مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو الصين إلى التأثير على كوريا الشمالية ويعد بفرض عقوبات جديدة. وفاة قائد الكروات السابق في حرب البوسنة سلوبودان برالياك بعد أن شرب السم أثناء نطق قاضي المحكمة الجنائية الدولية بالحكم عليه. في أخبارنا المنوعة، السلطات الإندونيسية تعيد فتح مطار جزيرة بالي بعد يومين من فوران بركان جبل أوغونغ. شبكة MBC تقيل المذيع الأمريكي مات لاور بعد تلقيها شكوى مفصلة عن ارتكابه سلوكا جنسيا غير لائق في مكان العمل. نجم الهلال السعودي اللاعب السوري عمر خريبين يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017. ماسة وردية زاهية تخفق في تحطيم السعر القياسي العالمي للقيراط عندما بيعت لمشتري لم تكشف هويته بمبلغ 32 مليون دولار أمريكي.